تحقيق الأمن الغذائي وخلق فعالية إنتاجية وتشجيع الفلاحين على إنتاج مادة الحبوب هو ما تسعى إليه السلطات المحلية بولاية البيض عن طريق مسايرة مساعي الفلاحين في الرفع من الطاقة الإنتاجية لهذه المادة الحيوية. اليوم الحمد لله رانا نجيبوه المعمار، ما تستقبلونا هنا كنا مقبولين به، نروحوا كاع لسعيده نجيبوا الزراعه وندوا القمح ونوصلوه، واليوم الحمد لله راهم داروا لنا هنايا تعاونيه رانا نحطوا فيها لاباس بها مليحه منظمين كل شيء مليح. هذه عانا من عند الدوله راها تعاوننا مليح كيما هاك تشجعنا رانا نحمد ربي. استقبلنا المحصول من مختلف الاصناف، قمح صلب، قمح لين، قمح شعير، ما يقدر بأكثر من 12000 قنطار كما قلت، على مستوى زوج مراكز للاستقبال البيض وبقطب. الآن نطمح إلى تحقيق حوالي 480000 قنطار كقدرة تخزينية، وهو يعني الحقيقة رقم يعني مطمئن ويبشر إن شاء الله بمستقبل جيد للتعاونية وللولاية. فيما تدعمت الولاية بإنجاز مشاريع قاعدية كبرى في كل من دائرة بوعلام ومنطقة مريريس، وهذا بغية الزيادة في قدرة تخزين محاصيل الحبوب، وهو ما يوسع من القدرات الوطنية للتخزين. هذا المشروع يدخل في الاستراتيجية الهامة الذي أقرها السيد رئيس الجمهورية من خلال تبني سياسة الأمن الغذائي والاستقلالية في إنتاج الحبوب. نظرا لأهميته يتبع كذلك بقرار كذلك من السلطات العليا للبلاد والتي استفادت منه الولاية بإنجاز 7 مراكز جوارية، وهي صمعات بسعة أو تقدر ب 50000 قنطار لكل صمعة. سيعزز قدرات التخزين على مستوى الولاية، وبالتالي نكون نضمن بحول الله استقلالية الإنتاج الحبوب. إنجاز هذه الصوامع من شأنه الرفع من الطاقة الإنتاجية والتخزينية لمادة الحبوب للنهوض بالقطاع الفلاحي ليصبح دعامة قوية في معادلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.